السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين محرز يرفض عودة بونجاح للمنتخب الوطني حاليا، يعني وخاصة وين المشرف بين مطرقتين، وإذ تم إبعاد بونجاح سوف تكون تصريحات. وبونجاح راه دير ميساج ناس بالك ما حطتلوش لها مع بو حنيكة في الكوب دي موند تالية، وين قال لهم نشكر قناة الهداب ونشكر علي بن شيخ الذي يتكلم الحقيقة. راه دير ميساج، هذاك الميساج شوية اللي خلى المدرب ما خلى هذا المشرف شوية، خاطر المشرف يعني تقول قاصا ما حقرناش، راك مو بعيد من المنتخب الوطني الجزائري، تقول قاسما حقار راك انت كابيتان ديكيب، يعني تعرف لازم تعرف كيفاش مين تاكل اكتاف. هذه هي خاصة الا شكرت قناة الهداف وعلي بن شيخ، انت راك عادو رقم واحد فالك. تما اللي يقول الماتش يتعاود وقاسما سبب اقصاء الجزائر، يعني راه مجاهد شاهد مفجر الثوره، كان حاضر في من سنياو مع لي فرونسي باللي الاستقلال، كان بزاف صوالح. بصح الا قلت قاسما ما حقرناش وبالشيخ راجل، انت راك عادو رقم واحد. هذه هي، وسيكون من الصعب على هذا المشرف اعاده المهاجم السد القطري بغداد بنجاح في الوقت الحالي. هذا الأخير سجل يوم الثلاثاء هدفه 2200، قلت لك 2200 في مسيرته الاحترافية مع الزعيم، في ظل المنافسة التي يلقاها من مهاجمين جزائريين آخرين، خاصة بعد رفضه من طرف محرز. بغيت تبغي انت هما هضروا كي بغيتوا، حلوها كي بغيتوا، بصح الحقيقة أعطيكم الرسمي إلا هما مازالوا كيما مازال لليوم. الرجال كان اللي دار ندوة، دار القائمة تاعو كيما نقولوا حنايا المغرب غادي يديرها لو 13 كل واحد، وحنا نقعدوا للدقيقة التالية نشوفوا بالك يرضاو، بالك يرضاو على بعضهم بعض، بالك مبولحي يرضى على ديلور ما عندوش مشكل، يا محرز بالك يرضى على بعض اللاعبين، هذه باش يكون على بالكم. وحسب مصادر المقربة من محيط المنتخب الوطني فإن بنجاح لن يتواجد بنسبة كبيرة في القائمة النهائية للخوض تحسبا للتربص المقبل، والذي تتخلاه مباراتين رسميتين أمام المنتخب النيجر ذهاب وإياب يوم 23 و 27 مارس برسم جولتين الثالثة والرابعة من عن المجموعة السادسة من تصفيات مؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار. وأوضحت ذات مصادر أن بغداد بنجاح صاحب 31 عام يتواجد اسمه في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، لكنه ليس ضمن أولويات هذا المشرف في خط الهجوم، حيث يوجد مشكلة بينه وبين محرز. هذه نقولها لكم ونعاودها لكم، بغيتو تمغو بغيتو تكرهو بغيتو اقراوها كيما بغيتو اقراوها، يعني نهدر وانتوما اقراوها كيما بغيتو، ما التالي كاع اقراوها كيما بغيتو، هذه باش تدخلوها مليح بين يسعكم. وين محرز يرفض عودة بنجاح حاليا، ابغاش سبحان الله ما ابغاش. هذه هي وين بن محرز نهار اللي عاودي كو يهدر حافظ الراجي. شروط دارو محرز باش ولا المنتخب الوطني، دار شروط على هذا، وهذا قبل صاحب الشخصيه القويه قبل شروط كبار. اقول له قال لك باين عليه الكابيتان، تعقلون عليه ولا يقولوا بلي باين عليه الكابيتان ديكي، قلت لكم في الليل فيكسب، ها قولوا يقلع له الكابيتان ديكي فيكسب يقلع حاله، ثم تهضروا في المواقع برك، بصح في الواقع كاين حاجة وحدة أخرى، أنا نقولها لك.
وين حيث يفضل هذا الأخير عليهم وجميع آخرين وين برزوا بشكل أفضل منه وهم يلعبون في بطولة قوية في أوروبا عندما كان داير هو الأول وسليماني يعني باش وفي مقدمتهم إسلام سليماني وين يواصل تألق في البطولة البلجيكية مع نادي أندرلخت رغم تقدم عمره في 35 سنة وأندي ديلون لاعب نونت الفرنسي ومحمد أمين عمورة مهاجم سويسري نادي سويسري إضافة إلى مهاجم المنتخب الوطني المحلي أيمن محيوز هداف البطولة الشعب والموهبة الصاعدة لنادي تولوز فارس شعيبي الآخر المرشحين بقوة للتواجد في اللائحة النهائية لمباراة النيجر والجدير بالذكر أن هذا المشرف أبعد بنجاح من المنتخب الوطني يعني إبعاد ماشي بعده ما نقولها لكم ونعاود أنا كان نقول لكم كيما أنا نعطيكم في الحقيقة صاحبي بغيت أمن بغيت ما تأمنش ما على باليش بيك أنا ما على باليش بيكم أنا نجيب لكم اللي بغى يصدق صدق ما بغى يصدق أنا نعرف بلي الحقيقة محرز يرفض عودته وعلى باله بنجا على باله حافظ الراجي وعلى باله هو على دار في القائمة الموسعة على دار في القائمة الموسعة بالك محرز يرضى ويقول معليش بالك محرز يرضى ويقول معليش لافير اللي صرات في قطر محرز في دبي هو اش صرا علي باش ندخلكم في رزقكم واش صرا وصوالح حرز يعني والشاب كاين في كيسموها في الكوب دافريك اللي فاتت كوب دافريك اللي فاتت يعني كانت ناس داروا حطوا بومة بصح الطرد قلت عليهم كاين بزاف امور خدا اخرين ولا خدا اخرين هذا وين الطرد قلت عليهم على ذلك نقول لكم بلي اليوم وين المنتخب الوطني ما عادش مدرب ولا هذا المشرف يحكم ولا راكم غالطين فاقوا به انا نقولها لكم هاي تيجي بعد لعابه ولا اقول بعد لعابه ولا محرز بن ناصر كاين بزاف ناس هذه باش ندخلكم في الربط وديلور هو اللي رد ديلور محرز رد ديلور رغم عن هذا رغم عنه محرز وهي وين كاع شعلت وين كاع شعلت كاع هكا صعيب كاع وين نقول لكم وين كونت بوركينا فاسو لهنا كونت بوركينا فاسو هنايا تاع السيد دخل دراع دوزيام ميطون يعني مباشرة وين دخل في غولي بالك تعقلوا عليها مباشرة دوزيام ميطو دخل في غولي بروميير ميطو في غولي قال لهم انا ما نلعبش معليش لعبوا نتوما انا نقعد نريح ما كاش مشكل دوزيام ميطو ناضوا اللعابة ما نلعبوش لعبنا بزوج تاع ليناب واو لا لعبنا زوج تاع ليناب لعب سليماني ولعب راهو كيسموه بونجاح واو لا عاودوا ولو تشوفوا لعبنا بزوج تاع ليناب دوزيام ميطو اللي لعبوا منا بواحد هي نورمالمون دوزيام ميطو تشوف النتيجة كي دايرة لا محتاج أهداف دوزيام ميطو تلعب بزوج تاع ليناب لا حنا لا بالعكس بروميير ميطو لعبنا بزوج تاع ليناب واو لا حنا بالعكس في مباراة محتاجينها دوزيام ميطو نورمالمون نلعبوا بزوج تاع ليناب كونت بوركينا فاسو في مباراة اللي حنا نورمالمون نسيروها خاص كنا هاربين بنقطة ولا يعني المهم ماتشني ولا دخلنا بزوج تاع لينا بروميير ميطو دوزيام ميطو ولينا نلعبو بنا بواحد بالعكس يا ودي صوالح بزاف صغارين صوالح بزاف صغارين تبغو تيك توك انا نقولكم افضل ولي نبضة كاين منا ولا مليار ودرب يحوس على الإشارات تاعو المونتريال هذا المشرف يحوس على الإشارات تاعو يحوس على صوالحو يا موتا واحد عارف أجي الوقت باش
تكون في علمكم خويا بلي الوقت جاي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو اللي يمشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، وربي يحفظكم خاوتي صحيح.